مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. النهاردة قبل ما نبدأ الحلقة وأنا جاي النهاردة قعدت أفكر الرياضة ليه لعبنا رياضة؟ أو ليه بنلعب رياضة؟ أو ليه بنخلي ولادنا يلعبوا رياضة؟ بنبوش على الرياضة ليه؟ ما بنخليش الولد يذاكر بس، بالعكس بيذاكر ويروح يلعب رياضة ويذاكر ويلعب رياضة، الاتنين مع بعض حلقة واحدة. دايما كل الناس في العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي بيبوش كل ولاده على الرياضة. ليه الرياضة؟ الرياضة عشان تمنعنا من حاجات كتير، تمنعنا من سلوك نتمنى لولادنا ما يكونش فيه سلوك خارج المجتمع، يعني سلوك مش مظبوط الولد بيتعلمه لما بيبتدي يقعد في شوارع، في الأماكن، في أماكن تانية كتير، فيبتدي الولد يتعلم رياضة عشان الصحة، عشان الصحة بتاعته، علشان يفضل نفسيا مستريح. لما يلعب رياضة وضخ الدم يشتغل يروح يذاكر بشكل كويس في بيته. مش لازم كلنا نطلع أبطال، لكن الأهم إن ولادنا يلعبوا رياضة. فليه السبب من الرياضة؟ السبب الرئيسي علشان الصحة العامة، عشان نبقى ولاد رياضيين، ولاد عندنا نفس وصحة وقدرة على التركيز في أشياء أخرى. دي حاجة مهمة جدا 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 لكل الولاد. لكن الرياضة بنبدأها كده، بنبدأها رياضة عامة، بعد كده بنخش في رياضة تخصصية شوية، بعد كده تنافسية، بعد كده احترافية. كل مرحلة من دول بتعلمنا حاجة. لو هي رياضة عامة بتعلمنا السلوك العام في وسط الناس، سلوك مجتمعي، اللي احنا نتعامل ازاي مع كل الأطراف. يعني ايه نتعامل مع كل الأطراف؟ يعني نشوف اللي قدامنا واحنا بنلعب معاه نتعرف عليه بأدب باحترام. هو ده الشكل العام، ده الأسلوب السهل للرياضة. شوية بنبتدي نخش على لعبة تنافسية، بنتنافس مع لعيب تاني مش لعيب نفس النادي، لعيب بره، بره النادي، بنتعلم معاه، بنتكلم معاه، بنشوف أفكار تانية، بنشوف مبادئ تانية، بنشوف كلام تاني، لكن في الآخر هي رياضة. رياضة أخلاق، بتعلمنا الأخلاق إزاي، بنقول ألف مبروك ونقول هارد لك بتاع. هي دي الرياضة في العالم كله، في أوروبا هي دي الرياضة عندهم. لما نخش في الاحترافية بنختلف تماما. ليه؟ لأن واحد زائد واحد في الاحتراف بيساوي اتنين. محترف عارف يعني إيه دوره كلعيب، عارف يعني إيه دوره في الملعب، عارف إيه واجباته تجاه المدرب، تجاه ناديه، تجاه جمهوره، عارف كل حاجة، كل حاجة ماشية سيستم في الاحتراف. وده شيء مهم جدا جدا. لكن في والواحد بيلف الدنيا شاف صورة مهمة، صورة مهمة نوريها للناس ونقول من أجل دي اتعملت الرياضة، من أجل الصورة دي. الصورة دي هي أهم صورة ممكن الواحد يشوفها. الصورة دي لو شفناها هيطلعها لنا دلوقتي حالا. لو شفناها، بص الصورة، الصورة دي ليها معاني كتير، معاني تدرس في الرياضة. الولد رجليه مش موجودة اليمين، بس واقف بيلعب سباق في النيل ومبسوط وفرحان ورافع ايديه. هي دي الرياضة، الإرادة والتحدي والعزيمة اللي كل ولادنا لازم يكونوا عندهم. صورة مهمة جدا، مش عايزينه نكسب أو نخسر، بس هو لعب رياضة عشان يتحدى نفسه. بيتحدى نفسه أولا عشان يتحط في مرتبة عالية في الرياضة. الرياضة ده شيء مهم، شيء مهم جدا جدا. صورة ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل من كده، صورة تستحق التقدير والإشادة، إن هو عنده عزيمة وإصرار. الطرف التاني اللي ماشي مع الرياضة أولياء الأمور، هما اللي بيتعبوا، بيودي من درس وينزل تدريب ويطلع من تدريب ويودي مدرسة ويرجع. أولياء الأمور النهاردة في العصر الحالي نقدر نقول عليهم إن هما أساس منظومة في الرياضة، أساس، جزء مهم جدا، جزء مهم في الرياضة ما نقدرش من غيره، لأن هو اللي شايل الحمل. يعني إيه شايل الحمل؟ شايل حمل ولد أو اتنين، بيوديه هنا ويرجعه من ماتش ويودي مدرسة ويرجع من الدرس وهكذا. لازم نشكرهم ونقول لهم إحنا بنسبورت الأولياء الأمور إن هم يسبورتوا الولاد. لازم نقول كلمة شكر وعرفان بالجميل، لأن هم فعلا بيتعبوا، بيتعبوا، مش يتعب كده أي كلام. اللي عاشر وشاف وحس
وشاف ولي الامر بيتعب قد ايه، لازم النهارده نقول له شكرا ليك، لانه بيطلع ولد للمجتمع المصري صحته كويسه جدا، باصص على الرياضه، ما بيبصش على اي حاجه تانية، وبيطلع كمان يمثل النادي او يمثل بلده. فده شيء مهم لازم نقول شكرا. بتتعبوا جامد جدا، وفعلا ربنا يوفقكم او يكرمكم، لان فعلا تعبكم ده ما بيجيش على الفاضي. في الاخر الرياضه بتعلمنا الاخلاق، الاخلاق الكويسه. نتمنى الناس كلها تاخد منهج الرياضه وما تتحدش في امور زي النهارده كده. لاعب رحمه الله عليه، لاعب نادي الزمالك اللي توفى، علاء علي توفى، كابتن علاء توفى، لقيت كل الناس متوحده تجاهه. يا ريت ما نتوحدش في الموت، يا ريت نتوحد كمان في الايام العاديه السهله، كل واحد يبص على ناديه ويتكلم على ناديه ويدافع عن ناديه كمان. لكن في الاخر نتمنى المنظومه تكون فيها شويه هدوء، ونسيب الناس تحكم على المنظومه الرياضيه في اي كلام بيتقال. نتمنى ان الكباتن بتوعنا هم في كلامهم محسوب عليهم، محسوب. لما انا بتكلم النهارده الكلام ده محسوب عليا بحكم لعبي قبل كده، وبحكم اي كابتن ممكن يتكلم جوه المنظومه الرياضيه. نتمنى شويه هدوء في المنظومه الرياضيه علشان نقدر في المرحله اللي جايه باذن الله يكون عندنا رياضه كويسه جدا.